الناس جبتها كتقرب 54 قرا معايا تقول لها ماما شتي هذه ودز التليفون تسول واحد العضو ولا عضو ولا الرئيس براسو يقول لها شحال هي شحال هي راه هكا بالتليفون مزيان ما تكونوا قويين من الحوايج اللي كتخلي المرأة ما تشدش 50% هنا في عدد. السلام عليكم، معكم رشيد المعيفي رئيس المسجد الجامعي لمدينة زكان. اليوم نحضر في اطار دوره تكوينيه من تنظيم جمعيه بدر الخير وبدعم من صندوق دعم تمثيليه النساء، الندوه والدوره اللي كانت تكوينيه من اجل تقويه قدرات النساء في تدبيرهم للشان المحلي. وكما كتعرفوا اليوم دور المراه وما ينص عليه الدستور في الاحقيه ديالها في الدفاع عن الوطن ديالها والدفاع عن المدن والاحياء ديالهم، انهم يمارسوا المهام ديالهم السياسيه والتمثيليه للمواطنين على احسن وجه ويديروا واحد القيمه مضافه للقرارات ديال المجالس ويدعموا المجالس ديالهم بالاراء وبالافكار وكذلك بمجموعه ديال المشاريع. نتمنوا لهم التوفيق ونتمنوا التوفيق لجمعيه بدر الخير على هذه البادره ونتمنوا انهم يستمروا ويتواصلوا بطريقه افضل وبمواضيع متعدده اللي من خلالها يقدروا يطوروا مجموعه ديال الامور مجموعه ديال المهارات اللي تخليهم يمشوا للامام ويزكيوا ما جاء به الدستور في الحقيه ديالهم في التدبير وفي التسيير ديال المرافق الجماعيه. السلام عليكم. المشاريع المديره اللي بالداخل وكيفاش تحسيس المشاريع ان شاء الله غادي ندرجوا هادشي كامل في مجموعه ديال الواتساب. وكنشكركم مره اخرى وشكرا لكم. كنحضر دوره تكوينيه السادسه من برنامج التكوينات اللي دايره وزاره الداخليه وعمالة إنزكان أيت ملول بشراكة مع جمعية بدرة خير. البرنامج ديال الدورة كيهضر على التشبيك والتجارب والممارسات وأثاره في تقوية قدرات النساء المنتخبات. هذا واحد البرنامج لمدة ديالو 6 أشهر. الهدف ديالو من هذا البرنامج التكويني أنه كيهدف إلى تقوية قدرات النساء المنتخبات في المجالس الترابية لعمالة إنزكان أيت ملول اللي غادي تساعدهم. هذا البرنامج هذا ديال التكويني اللي غادي يساعدهم في تسيير بحكمة جيدة في المجالس الترابية بالنسبة للإطار القانوني والمالي للجماعات الترابية. مريم مكشار رئيسة لجنة التكوين والتعاون المركزي بجهة سوس مسا. أنا اليوم كنجي كضيفة عند جمعية بدرة خير لود واحد التكوينات درتهم المنتخبات ديال المجلس الإقليمي دورات القانونية عند النساء المنتخبات بجهة سوس مسا. وكنحييو بحال هاد التكوين اللي كدير بحال هاد الجمعيات واللي كتأثر فيه النساء ديالنا باش اللي كاينه في شي مجلس. هنا كنحيي جمعية بدرة خير بهاد الالتفاتة هذه اللي درت باش تقوي قدرات النساء في جميع المجالس المنتخبة.